أكتر الأمور يلي بتاخد من وقتنا أثناء العمل هي الاجتماعات وتوزيع مهام العمل. شورت بوينت موقع ذكي مهمته إطلاع الموظفين وإبلاغهم على مواعيد اجتماعاتهم ومهاماتهم على المدى القريب والبعيد. هاي سامي، مرحبا. اهلا وسهلا، اهلا فيك. ويلكم تو شورت بوينت. ميرسي. شو اخبارك اليوم؟ الحمد لله. انت منيح؟ تمام. يعني انتم هون بهالسبيس تشتغلوا؟ بهذا السبيس. حلو، كثير حلو. دبي تكنولوجي انتربرنورشيب سنتر، هيك بيعطي الهام للواحد يشتغل ويرتاح. انا سامي السيد من الاردن، تخرجت من جامعه الاميره سميه للتكنولوجيا بعمان بال 2006، كمبيوتر ساينس. اجيت على الامارات من 2008، فقالي تقريبا 10 سنين هون. كثير مبسوط في الامارات، وهي المكان اللي بلشت فيه اصلا ماي كارير. شو الفكره الاساسيه ورا شورت بوينت؟ هلا انا من وقت ما اجيت على الامارات بال 2008 اشتغلت مع كثير شركات عشان اصمم المواقع الداخليه للشركات. اوكي. واصلا حتى من وانا عمري 15 سنه وانا بصمم كهوايه ويب سايتس. حلو. بابليك. بس اللي شفته انه الشركات بيحتاجوا يصمم مواقع داخليه للموظفين، وكان كثير صعب هذا الموضوع حتى بالنسبه لي، كان كثير صعب تصميم المواقع الداخليه للموظفين. فمن هاي المشكله اللي كنت انا اواجهها شخصيا طلعت فكره شورت بوينت، يعني اسهل هاي العمليه. وانتوا وين بيخلص دوركم؟ من بعد ما تبيعوا يمكن السوفت وير لهيدي الشركه، بيخلص هون دوركم ام عندكم شيء تكمله بعدها؟ هلا لانه البرودكت تبعنا احنا صممنا البرودكت الشركات يستخدموه عشان يبنوا هاي المواقع الداخليه، وعملناه بطريقه كثير سهله انه يستخدموه بكل سهوله. اوكي. بس برضه حتى لو اعطيتيهم اسهل تول يستخدموها، بصفي الموضوع انه تصميم السايت الداخلي مش سهل. بدهم ايدياز، بدهم افكار، بدهم دعم، فاحنا بنساعدهم خلال السنه وحتى بالسنوات على مدارهم استخدامهم للبرودكت بالايدياز والافكار والسبورت. طيب شو المميز فيكم؟ ليش يمكن الشركات يكونوا هن بحاجه لهيدا السوفت وير؟ والله لانه شفنا انه الشركات بيصمموا كثير مواقع داخليه، يعني عندنا 1 كاستمر فور على سبيل المثال عندهم فوق الألف انترنت سايت. واو. فموضوع الانترنت مش سايت واحد، بدهم يصمموا سايت، كل فريق بدهم سايتس. يعني ما عندهم حدود، ما في ليميت. ما في حدود، لا ما في حدود ابدا. فالحاجه بتكون انه بدهم تول سهله تساعدهم يصمموا هاي المواقع بشكل سريع. سامي خبرني اكثر كيف بيشتغل هذا السوفت وير بليز. اوكي. فخلينا نفترض اني انا موظف في الشركه ومطلوب مني اصمم موقع داخلي بالشركه، فانا ببلش من هون، صفحه بتكون فاضيه. بعمل ايديت، بتفتح الصفحه زي كاني على وورد دوكيمنت. ايه. فبقدر اكتب تكست. حلو. بس انا مش مطلوب مني اكتب تكست، انا مطلوب مني اصمم موقع داخلي كثير شكله حلو. اوكي. ف with our product مع شورت بوينت، ببلشوا اول شيء بيفتحوا شورت بوينت demos.shortpoint.com. اوكي. لايبرري بكثير اكزامبلز على انترنت ويب سايتس. واو. يعني هو مش محتاج يخترع شيء، كل شيء عندكم ديموز. هاي مثلا واحد من الاكزامبلز هون، هاي كمان اكزامبل. واو. اكزامبلز، ففي عندهم تقريبا يعني مئات الاكزامبلز اللي ممكن يستخدموها عشان يصمموا المواقع الداخليه. اوكي. عملنا شغله هلا حلوه بالاور برودكت، ما في اي برودكت عنده هاي الفيتشر، انه نفترض انك انت عجبك او الامبلوي عجبه هذا الديزاين او هاي التمبلت وبده يبلش منها، فبأور ديموز ويب سايت في عندنا كوبي بيست فيتشر. شو حلو. يعني ما تكبسي كوبي. اوكي. تروحي على الصفحه على الموقع عندكم على الموقع بالشركه، وكل عليك تسويه تعملي بيست. فالصفحه كلها بتشتغل عنده، فبقدر هلا يعدل باي محتويات هون بده اياها. القسم الثاني اللي هو البراند تبع الشركه. ايه. الويب سايت لسه شكله مو حلو، في عندنا الفيتشر الثاني هون بسميها الديسكو لايت. هلا كل التمبلت انتم بتعملوها صح؟ احنا بنصممهم كلياتهم على الويب سايت كلياتهم، ودي موجودين للبابليك، يعني اي حدا بيقدر يفوت ويتفرج عليهم. البابليك اللي هن مشتركين معكم على السوفت وير. اه اكيد. فهون في عندنا هلا القسم الثاني من البرودكت اللي هي تول بيساعد الشركات يحطوا البراند الكالتشر تبعهم على السايت. بكبسه واحده هون بتطلع مثلا هون السايت كامل بتغير شكله. خلص ببطل شكله زي اول. كثير هين الموضوع. وبقدر يتحكم انه كيف، اوكي هذه تمبلت حلوه، اوكي ليتس جيت ات دان ببلش. كثير هينه، يعني قدرت هلا بالمرحله هاي تو كرييت اللي بدي اياه.
هلا هاي الموضوع بدون اور برودكت تيكس شهرين ثلاثة أربعة يزبطوا هون وكودينج وأشياء، فإحنا سهلنا الموضوع كتير. طيب شغلة تانية برضو في البرودكت عنا إنه مش بس بيلدينج الويب سايتس، انترنت بالعادة هي عبارة عن الشركة كتير عندهم سيستمز داخلية، كتير في عندهم داتا موجودة في أكتر من سيستم، فإحنا عنا بالبرودكت دي كان حتى انتجريت حتى يجيبوا داتا من كل السيستمز اللي عندهم تو بريزنت ات بي نايس ديزاين بالانترنت عندهم. هاي فيري باورفل فيتشر عندنا في البرودكت. اوكي بس مثل ما سبق وذكرنا كمان انه كل يعني الشركه اللي اخذت هيدا التامبليت لها خصوصيتها، يعني انا ما في فوت شوف شو عندها شركه ثانيه اكيد من نفس السوفت وير. اكيد صح، هاي الاشياء خصوصا بالبيلدينج الانترنت، هاي اشياء مايكروسوفت، شركات زي SAP الكلاود تبعهم، مايكروسوفت كلاود، هاي الاشياء هي اللي بتغطي موضوع السكيورتي بالشركات. يعني يمكن يكون انا عم بستعمل نفس التمبليت تبع شركه ثانيه عم تستعمل نفس التمبليت ايضا، بس الانفورميشن والسكيورتي هي ما لها علاقه. اكيد 100%. حلو، ومين غير الشركات ممكن يستفيد منكم؟ هلا حاليا احنا باللي هم الشركات الميد سايز بزنسز اب تو انتربرايز، يعني عدد الموظفين فيهم 100 موظف واكثر. الشركات اللي قال لسه مش اتس نوت اور تارجت، اللي هم السمول تو ميديوم بزنسز. طب سامي هلا بالنسبه لفريقكم انتم خبرنا اكثر عن العمل بيناتكم كيف بتم. من اكثر الشغلات اللي انا فخور فيها عندنا بالشركه اللي هي الكالتشر تبع الشركه، احنا التيم الفريق تبعنا ريموت، فموجودين بدبي بالاردن اوكرانيا، ورغم انه التيم ريموت بتحسي انه الكل افيلبل، احنا دائما بنحكي مع بعض، دائما بنشوف بعض، فبنحس حالنا بنفس المكان. والشغله الحلوه كمان باور كلتشر على سبيل المثال انه الموظفين لازم يستمتعوا بحياتهم اكثر من الشغل. يعني مثلا احنا بلشنا نطبق شغله اسمها 4 days working company، يعني بيداوموا 4 ايام بالاسبوع مش 5 ايام. كمان ما عندنا مثلا وقت محدد للشغل، متى تبلش شغل، متى تسيب، متى تطلع برا، تعطيهم الريحه اكثر لحتى ينجوا اكثر. يس ثانك يو لك سامي، وان شاء الله بنتقدم للتقدم. شكرا كثير لكم. تنظيم حياتنا العمليه هي من ضروريات المجتمعات الناجحه. شورت بوينت بتساعد الشركات على تنظيم اسهل لاوقاتها ونشر معلومات مفيده لموظفينا لتسهيل حياتهم العمليه بشكل افضل.